للمرضى المصابين الحالات اللي غتكون ديال الكوفيد، واني نطلبهم الله هاد الناس ما يجيوش يبقاو في ديارهم على اساس باش ما يجيوش عندهم، لان ما بغيناش على اساس باش ديك نوصلوا ديك المرحله ديال الخايبه ديال هاد المرض. ولهذا درنا هاد المصحه غادي نعطيوها لوزاره الصحه على اساس باش تستعملها في حالات الا كان حاله حرجه. عندنا هنا بالنسبه ل كاين قسم ديال الانعاش كاين مجهز بثلاثه ديال الاسيره والاكسجين، وكاين البويوت كلهم مجهزه بالاكسجين، وغادي نعطيها ان شاء الله للمندوب هو يتصرف بها في حالات الا كان شي حالات اللي خطيره، ونطلبوا من الله ما نوصلوش لدوك الحالات الخطيره، ونطلبوا من الاخوان والناس على اساس باش يلتزموا ديالهم، لان هذا الفيروس راه كيتنقل من البشر ماشي هو اللي كيجي عند البشر، انه البشر هو اللي كينقلو. ولهذا خص كل واحد يلتزم بالاوامر ديال السلطات ويصبر، هي صعيبه باش يصبروا في الديور، واني خص يشوف اما احسن اما يبقى في دارو ولا يجي قسم الانعاش. ونطلبوا من الاخوان ونطلبوا من الناس كلهم يتبعوا النصائح ديال السلطات، لان السلطات عارفه الخطوره ديال هاد الفيروس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.